ايه تمام. النهارده المفروض بإذن الله هنتكلم عن جزء مهم جدا، والمفروض ان ده البارت التاني من البيزنس بلان. احنا المفروض المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الجزء بتاع البيزنس بلان، لكن من الجزء بتاع السمري، من الجزء بتاع السمري. المفروض اتكلمنا في الجزء بتاع السمري عن نقط معينة، ومفروض ان كان في ناس معانا طبقت ده على مشاريعها، وناس اوريدي بعتت معانا وقالت ان هي ممكن تكون عندها اخطاء شوية، وبدأنا نحلل الاخطاء دي سوا وبدأنا نشتغل عليها. وفي ناس كمان ما حضرتش معانا لكن دخلت على اليوتيوب وبدأت تشوف الفيديو على يوتيوب وبدأت تطبق برضو. يعني بصراحة اهتمام الناس دي كانت حاجة يعني خلتني سعيد بصراحة. النهاردة المفروض نتكلم عن أجزاء محددة في الماركت البيزنس بلان. المفروض هنراجع كده بشكل سريع على الجزء اللي فات، أو هنتكلم فيه الجزء اللي فات. هقول لكم ايه اللي هيتم فيه، او المفروض لو انت ما حضرتش المره اللي فاتت احنا عملنا ايه، او الدنيا كانت ماشيه ازاي. المفروض ان احنا اتكلمنا عن الفرق ما بين البيزنس بلان وما بين البيزنس موديل، والمفروض ان احنا اشتغلنا على الجزء بتاع الفرق في ما بين البيزنس بلان، وبعد كده المفروض البيزنس بلان بيجي بعدها الماركتنج بلان، وبنكمل بعد كده باقي الاجزاء بتاعتنا او باقي الـ الخطوات بتاعتنا، سواء احنا لو هنشتغل سوشيال ميديا وهنشتغل كماركتنج على حسب الاستراتيجي اللي هيبنيها. لكن كل حاجه زي ما قلنا المره اللي فاتت بتبتدي من الماركتنج بلان، قبلها بيبتدي الخطوة اللي قبلها بتبتدي من البيزنس بلان. فلازم ما ينفعش انت تشتغل على السوشيال ميديا من غير ما يكون معاك ماركتنج بلان واضحة، ما ينفعش تكون شغال على الجزء بتاع الماركتنج بلان وانت لسه مش فاهم البيزنس ده او مش عارف التفاصيل بتاعت البيزنس. فلازم تكون واخد بالك من النقط دي وفاهمها كويس جدا. طيب في البيزنس بلان لازم بتشتغل على اول حاجه اسمها السمري. اول حاجه بتبتدي تشتغل عليها السمري. في السمري ده بتحط كل التفاصيل اللي بتبتدي تشتغل عليها علشان تتكلم عنها بشكل بسيط، وتتكلم عنها بشكل موجز جدا وقريب جدا، بحيث ان اللي يبتدي يقرا البيزنس بلان بتاعتك يبقى فاهم هو داخل يتكلم عن ايه، او داخل يقرا ايه، ويفهم البيزنس ده طبيعته عامله ازاي والتفاصيل بتاعته. فلما تيجي تعمل بيزنس بلان لازم في الاول بتعمل لها سمري، لازم في الاول بتعمل لها السمري بتاعها، وبتعمل لها الملخص بتاعها في الاول علشان الناس تبقى فاهمه انت بتتكلم في ايه، تبقى فاهمه انت داخل علشان تدسكاس معاهم، او ان هم يقروا البيزنس بلان بتاعتك يبقوا فاهمين ويبقى عندهم شغف ان هم يكملوا لاخر البيزنس بلان بتاعتك، ويبقوا فاهمين ازاي يساعدوك في البيزنس بلان بتاعتك دي او يفهموا البيزنس بتاعك. طيب في السمري ده المفروض ايه اللي بيحصل، او انت في السمري المفروض بتكتب ايه؟ لازم بتكتب الاول حاجه البيزنس ديسكريبشن، لازم بتكتب الجزء بتاع البيزنس ديسكريبشن، تبقى فاهم البيزنس ده في سطرين بالظبط في البيزنس ديسكريبشن بيتكلم عن ايه؟ لازم تكون عارف البيزنس بتاعك ده في الاول بيتكلم عن ايه؟ طيب بعد كده بتتكلم عن الماركت، الماركت اللي انت داخله ده، البيزنس اللي انت هتدخله ده، الماركت فيه في اني واي، او الماركت فيه شغال في انهي واي بالظبط؟ بتشتغل على سوق مفتوح، بتشتغل على سوق مقفول، او مفهوش سوق، مفهوش منافسه، سوق. لازم تكون تدي ديسكريبشن كده عن السوق، وتبقى فاهم السوق ده بيتكلم عن ايه، او اللي يجي يدخل على البيزنس بلان بتاعتك يبقى انت فاهم داخل في انهي سوق، او بيتكلم عن انهي ماركت بالظبط، والماركت شير اللي انت داخله ايه. طيب السوق اللي انت اتكلمت عنه ده بتيجي بعد كده تحط له الاوبرتيونيتي، الفرص اللي في السوق ده. والله السوق ده فيه فرص
مهمة، وفي حاجات انت المفروض هتستغلها، وطرق بيعيه هتشتغل عليها، دي بالنسبه لك فرصه. في ناس مثلا بتدور على سعر معين انت ده مش موجود في السوق، فانت دي فرصه بالنسبه لك هتشتغل عليها وما الى ذلك. فانت بتشوف الاوبورتيونيتي اللي او الفرص اللي محطوطه في السوق ايه عشان تشتغل عليها. يبقى انت اول حاجه في البيزنس بلان لازم تكون حاطط بيزنس ديسكريبشن، بعد كده تكون فاهم الماركت اللي انت هتشتغل فيه، بعد كده بتبتدي تشتغل على الاوبورتيونيتي او تشوف الفرص المتاحه، عشان بعد كده تخش على الجزء اللي بعدها تشوف السوليوشن اللي انت هتشتغل عليه ايه. والله الناس دي عندها مشكله في البرايس، فانا هدخل ايه اقدم برايس ممتاز، فده سوليوشن انت بتقدمه. والله الناس دي عندها مشكله في الكواليتي، عندها مشكله في خدمات ما بعد البيع، عندها مشكله في ان هم في طرق الدفع، ففي اوبورتيونيتي انت بتبتدي تشتغل عليها عشان تديها سولوشن. يبقى بعد كده تتكلم عن السولوشن او الحلول اللي انت هتقدمها في الماركت ده. بعد كده بتشوف الكومبيتيشن، بتبتدي تشتغل على الجزء بتاع الكومبيتيشن، المنافسين بتوعك بالظبط، المنافسين بتوعك تبتدي تشتغل عليهم وتحدد المنافسين بتوعك. طيب بتيجي بعد كده بقى تشتغل على ايه، ولما بتحدد الكومبيتيشن والمنافسين بتشوف المانجمنت بتاعك، التيم بتاعك بالظبط، لازم تشوف المانجمنت تيم. المانجمنت تيم دول هم اللي هيديروا البروجكت بتاعك، الناس دي هي اللي هتنجح البروجكت بتاعك، فلازم وانت بتختارهم تكون عارف انت بتختار مين بالظبط او هتشتغل على مين بالظبط. لازم تكون محدد بشكل واضح وتكون عارف التيم بتاعك مين اللي السكيلز بتاعته، وتكون عارف هتمانج التيم ده ازاي وما الى ذلك. طيب الجزء بعد كده في الملخص، كل ده احنا بنتكلم في الملخص بتاع البيزنس بلان، لان البيزنس بلان كامله لازم تكون موضحها بشكل كبير في الاول، بحيث اللي ما يكملش البيزنس بلان بتاعتك يكون في الاول فاهم انت بتتكلم عن ايه او بتقدم ايه بالظبط. طيب الجزء بقى اللي بعد كده الريسك اللي انت هتعدي بيه، يعني والله انا عندي ريسك المفروض ان انا هشتغل عليه، او عندي في مخاطر انا هعدي بيها، زي مثلا الدولة اللي انا هشتغل فيها الاقتصاد بتاعها مش مظبوط، او مثلا عندي في ريسك معين في دخول البضاعة في نفس الدولة، أو لو أنا بشتغل على لوكال ماركت مثلا يبقى أنا عندي مثلا مشكلة في التوزيع، فدي من الحاجات الريسك اللي أنا هتقابلني ومخاطر لازم أشتغل عليها. طيب دي كده الجزء بتاع المرة اللي فاتت، أو ملخص سريع جدا للحاجات اللي اتكلمنا فيها وادينا عنها أمثلة وقعدنا فيها تقريبا 3 hours في المرة اللي فاتت، وقلنا إزاي هنشتغل عليها وهنتكلم فيها ازاي. طيب الجزء بقى اللي احنا المفروض هنتكلم فيه النهارده، او الحاجه المهمه بتاعت النهارده، الفاينانشال سامري. الفاينانشال سامري المفروض ان انت علشان تبتدي بروجكت لازم تكون فاهم الفلوس اللي انت هتنفست فيها، او المستثمر اللي هيديك فلوس بيديك فلوس ليه، لازم يكون فاهم هو هيديك فلوس ليه. مش هينفع هو هينفست او انت تخاطر بالفلوس بتاعتك وانت مش عارف الفلوس دي رايحه فين، او الفلوس دي اللي انت هتنفست فيها دي هيدفعها ازاي، او التفاصيل بتاعتها ايه، هل هيكون هو في كوست معين هيشتغل عليه انت متكفل بيه، ولا هيبقى الشغل بس على تمويلات، ولا المفروض الفلوس اللي انت هتشتغل عليها دي ايه. طيب في الجزء بتاع الفاينانشال بتحسب ايه، لازم بتشرح باختصار جدا جدا الجزء بتاع، في 3 محاور لازم تشرحهم، الجزء بتاع المبيعات، والجزء بتاع الفلوس اللي انت هتدفعها، والربح اللي طالع لك. يعني انت والله انا المفروض في الملخص بتاعي بتاع الفلوس اللي هدفعها، انا هدفع او اجمالي اللي انا هدفعه في البيزنس ده او اللي هشتغل عليه في البيزنس ده مثلا مليون 2 مليون جنيه، والمفروض ان انا هبيع مبيعات بمبلغ مثلا 3 مليون جنيه، فانا الربح بتاعي فيما يعادل مليون جنيه. لازم أن تكون حاسبها بشكل دقيق، لازم تكون حاسبها بشكل دقيق، وتكون عارف
التفاصيل بتاعتك ايه بالظبط، لازم تكون عارف التفاصيل بتاعتك. طيب انت وانت شغال على الجزء بتاع الفاينانشال، لازم بتخلي بالك من حاجات مهمة جدا، اول حاجة لازم تكون بتشتغل على الجزء بتاع التكاليف. انت عندك تكاليف لازم تخلي بالك منها، عندك تكاليف لازم تخلي بالك منها، التكاليف اللي انت هتدفعها دي قد ايه؟ يعني انت دلوقتي عندك بروجكت لازم يكون فيه تكاليف، طب هل التكاليف بتاعت البضاعة كام؟ والله انا عندي التكاليف بتاعت البضاعة 100,000 جنيه، فانت لازم تكون محدد، طب البضاعة اللي انت هتجيبها دي عددها قد ايه؟ لازم تكون حاسب. اول حاجة بنحسبها في الجزء بتاع الفاينانشال او المصروفات اللي انت هتشتغل عليها او الجزء المالي، بتحسب الجزء بتاع الانكم علشان تشوف انت دلوقتي هتكلف بضاعة قد ايه. يبقى انت اول حاجة لازم تخلي بالك منها، اول حاجة لازم تحسبها تكاليف البضاعة، انت الكوست بتاعت البضاعة قد ايه، تمام؟ وبعد كده بتحسب المصروفات بشكل اجمالي، انت خلاص حسبت التكاليف بتاعت البضاعة، بتحط بعد كده المصروفات بشكل اجمالي، المصروفات كليا، يعني انت عندك التكاليف، ممكن يكون عندك كهرباء، عندك عمالة، عندك فواتير مية، عندك ايجار، عندك مثلا اكراميات، عندك حاجات تانية بتطلع، دي بتعتبر تكاليف. في بعض الناس لما بتيجي تعمل الجزء بتاع الماليات بتاعت البيزنس بتاعهم مش بتبقى محدده الكلام ده، بتبقى هي بتقول والله انا هفتح بيزنس وهجيب بضاعه ب 100,000 جنيه، والمفروض ان انا كده هشتغل على طول ودي التكاليف بتاعتي، بس انا هتكلف بالبضاعه. لا، انت اكيد في اجراءات هتعدي بيها، اكيد في مصروفات تانيه، ممكن يكون مكسبك اصلا يروح في بقيه التكاليف التانيه، فانت لازم تخلي بالك وانت بتكتب التكاليف، تقسمها، تكتب التكاليف بتاعت البضاعة، لازم تشوف عارف الجروس أصلا أو البروفيت اللي طالع لك من التفاصيل بتاعت الماليات قد إيه، تمام؟ وبعد كده بتحسب الإجمالي أو الإجمالي الدخل بتاعك. طيب أنت حسبت إجمالي الدخل، خلاص أنا حسبت التكاليف بتاعتي، والله أنا أول سنة المفروض إن أنا هجيب بضاعة بمليون جنيه، طيب الاجمالي بتاع البضاعه بمليون جنيه دي، والله فيهم مليون قطعه، لو انا مثلا بشتري مثلا مثلا ونفترض ان انا بشتغل في البنز، مثلا بشتغل في الاقلام، والله المفروض ان هم هيجوا لو انا مشتري عدد قطع، والله دول مليون، طيب المليون دول هبيع مثلا القلم الواحد بجنيه ونص، يبقى انا عندك الاجمالي بتاع الربح بتاعك مليون، اجمالي المبيعات بتاعتك مليون ونص، يبقى انت باقي عندك نص مليون ربح. طب انت ده اجمالي الربح بتاعك ازاي وانت لسه في مصاريف تانية ما طلعتهاش؟ لازم تطلع مصاريف عمالة، لازم تطلع اي مصاريف تانية، بتبتدي تحسب كل البروسيس اللي انت هتمشي عليها والخطوات اللي هتمشي عليها عشان تكون فاهم التوتال بتاعك بتاع الدخل. طيب تعالى كده نتكلم عليهم كده جزء جزء، او اقول لك كده الحاجات اللي المفروض تكون تخلي بالك منها في الجزء بتاع الفاينانشال بتاعك او الماليات بتاعتك. لازم بتحسب تكلفة البضاعة، دي اول حاجة اكتب، لو انت متابع معايا بتكتب اول حاجة بتحسب تكاليف البضاعة الكوست بتاعك، بعد كده بتحسب البروفيت العائد منها المفروض هيكون قد ايه، تمام؟ وبعد ما بتحسبهم بتبدي تحسب المصروفات الكلية اللي انت هتشتغل عليها، انت بتحسب بقى الجزء بتاع المصروفات اللي انت هتشتغل عليها او اللي انت هتدفعها، وبعد كده بتصفي منها اجمالي الانكم بتاعك من قبل التاكس بتاعتك، من قبل الضريبة. خلاص انا والله هجيب بضاعة زي ما قلنا بمليون جنيه ومكسبها هيكون نص مليون جنيه، طيب النص مليون جنيه دول انا لسه هطلع منهم تمام بقيه مصروفات، بقيه المصروفات التانيه دي ربع مليون، خلاص يبقى انت عندك جبت بضاعه بمليون جنيه وهتبيعها مقدر ان انت تبيعها ب مليون ونص، طيب انت بقى بتفترض المبيعات على اساس ايه؟ لان انت بتبقى حاسب انت هتبيع بكام،
بتفترض المبيعات بناء على انت هتبيع بكام. والله انا جبت زي ما قلنا كده، او زي ما ادينا مثال، انا هجيب القلم ده بجنيه تكلفه عليا، طيب انا هبيعه بجنيه ونص، فيبقى انا كده خلاص، انا لما هبيعه بجنيه ونص يبقى انا كده حسبت الاجمالي بتاع الدخل بتاعي، حسبت الاجمالي بتاع الدخل بتاعي. طيب القلم زي ما قلنا مثلا بجنيه، وهبيع بجنيه ونص، في عدد مليون قلم، يبقى انت كده خلاص، انت كده فهمت هتبيع عدد قد ايه. طيب خلاص انت حطيت اصلا التسعير بتاعتك، واشتغلت انت هتسعر بكام، وعارف انت هتسعر القلم ده زي ما قلنا بجنيه ونص، فانت عندك خلاص زي ما قلنا اجمالي الربح بتاعك نص مليون جنيه، لان انت صرفت بضاعة بمليون زي ما قلنا، وناوي او مبلان عندك ان انت هتبيع القلم في الايتم الواحده بمليون، فهتبيع بمليون ونص، يبقى انت عندك القلم هيتباع بجنيه ونص. طيب هبتدي اقسم بقى تكاليف تانية، هتبتدي تحدد المصروفات بتاعتك او الانكم بيفور تاكس، او الانكم بتاعك من قبل، من قبل ايه الجزء بتاع، من قبل الجزء بتاع الضرايب. الجزء بتاع الضرايب يبقى انت عندك الجزء بتاع الضرايب بتحطه بعدها، تمام، وتخصم منها وتطلع الاجمالي الربح بتاعك. زي ما قلنا انت دلوقتي عندك، قلنا هتبيع بمليون ونص، وعندك نص مليون مكسب. طيب النص مليون ده مش مكسب صافي، عندك بعد كده لسه هتطلع الجزء بتاع المصاريف الباقية، عندك باقي مصاريف تانية لسه هتطلعها. طيب بقية المصاريف اللي احنا هنطلعها ديت هتطلع كضرايب، وهتطلع ك مصاريف الكهرباء، مصاريف عمالة، بقية التكاليف بتتقال المصاريف الباقية بتاعتك أو صافي بقية المصروفات. طيب بعد كده بتطلع زي ما قلنا بنطلع منها صافي الدخل في الاخر، وتحدد مثلا والله احنا قلنا اجمالي المصروفات الباقيه او المصروفات الكليه بتاعتك هي مليون بضاعه، وقلنا ربع مليون بقيه المصاريف، بقى انت اجمالي المصاريف بتاعتك مليون وربع، وهي هتبيع زي ما قلنا بمليون ونص، فهيبقى عندك ربع مليون مكسب. تمام، ده كده التيبل دي لازم بتكون انت محددها و شغال عليها من الاول بشكل سريع، وبشكل انت تكون فاهمه بشكل قريب. يعني انت دلوقتي هنقول الترتيبه بتاعتك تاني علشان تكون انت فاهمها، او الترتيبه تكون انت واضحه بالنسبه لك. انت عندك هتطلع الكوست بتاع الكودز بتاعتك، مصاريف بتاعت البضاعه، بعد كده هتطلع خلاص حسبت مصاريف البضاعه مليون جنيه، هطلع منها البروفيت بتاعي، هبيع بمليون ونص، فانا البروفيت بتاعي نص مليون جنيه، بعد كده هشيل بقيه التكاليف الباقيه بالنسبه لي، وبقيه وخصم الضرايب والكلام ده، يبقى انا عندي الانكم بتاعي توتالي صافي في الاخر زي ما قلنا هيبقى طالع ايه، ربع مليون زي ما احنا قلنا، وده بتبتدي تقسمه على عدد السنوات. تمام، ده كده الجزء الاولاني او الجزء اللي احنا بنتكلم فيه في بتاع الانكم، او بتاع الجزء بتاع السمري بتاع الفلوس بتاعك. طيب التيبل دي كده تعالوا كده ناخد فيها اسئله، لو حد عنده سؤال سواء على كلوب هاوس، او لو حد عنده سؤال على زوم، احنا ممكن بقى ندخل ايه نتناقش في الحته دي ونتكلم فيها. لو في حد عنده فيها سؤال ممكن يفتح المايك ويسأل، أو يبعت في الشات أيا كان يعني. في هبة بتقول مثلا لو احنا بنفترض المبيعات بناء على ايه؟ بناء على سياسة التسعير. انا دلوقتي عندي سياسة تسعير حاططها، عارف ان انا المفروض هجيب البرودكت ده من قبل ما اجيبه اصلا، بكون دارس السوق وعارف المنافسين بتوعي شغالين على ايه. طب احنا بنعمل ده في البيزنس بلان، احنا قلنا المره اللي فاتت احنا قبل ما بنشوف الجزء بتاع البيزنس بلان او بنبني البيزنس بلان بتاعتنا، بنكون شغالين على الجزء بتاع
دراسة الجدوى، بنكون دارسين السوق وعارفين شغالين مينيموم على الأقل سنة ونص في نفس المجال، شغالين سنة ونص في نفس المجال على الأقل عشان نكون فاهمين هنقدر نحط سياسة تسعير إزاي أو هنبيع إزاي. تمام. طيب أنا دلوقتي برضو في سؤال تاني، أنا بنتوقع الكمية هتتباع بناء على إيه؟ يعني مين اللي قال إني هكسب مليون في المستقبل؟ اللي بيحدد ده سياسة التسعير بتاعتي والبلان اللي أنا حاططها. يعني أنا دلوقتي محدد إن أنا التسعير بتاعي هيمشي مثلا زي ما قلنا الوحدة الواحدة أو الأيتم واحدة على مليون ونص، فأنا بحدد بعدها إن أنا أو هبيع مثلا الأيتم الواحدة على جنيه ونص، فأنا بيبقى إجمالي المبيعات بتاعتي مليون ونص، إجمالي المبيعات بتاعتي بتكون إيه مليون ونص. طيب إجمالي المبيعات بتاعتي مليون ونص، طيب المفروض إن أنا لما أبيع للشخص اللي أنا بشتغل معاه أو البلان اللي أنا شغال عليها لازم بكون أنا دارس ده وعارف إن أنا هبيع لمين وهوزع إزاي وبكون قاري السوق بشكل كويس. البيزنس بلان زي ما قلنا في الآخر بنطلعه علشان تديسكاس وتبريزنت وتهندل كل حاجة فيه جمعناها من الماركت ريسيرش ومن دراسة السوق والعملاء علشان نبقى فاهمين احنا بنتكلم ازاي. طيب لو في هنشوف كده لو في حد تاني عنده سؤال او لو في حد تاني عنده سؤال اتس اوكي. طيب خلينا نشوف بقى الجزء بتاع الجزء بتاع البالانس. خلاص واحنا بقى خلاص المفروض ان احنا حطينا بنيجي للتيبل التاني او نيجي للجزء الباقي ونشوف احنا المفروض هنشتغل عليه. خلاص حددنا التفاصيل بتاعتنا وشوفنا احنا بشكل عام هنصرف كام، احنا كل ده لسه بنتكلم في الملخص بتاع الفاينانشال سامري او بنقول بشكل ملخص احنا هنبيع بكام والمفروض هنكسب قد ايه علشان لما نيجي للتفاصيل هنشرح الكلام ده او هنتكلم في الكلام ده كله بشكل عام. طيب دلوقتي بقى بنتكلم في الجزء بتاع البالانس شيت او بنتكلم على الجزء ده بنتكلم فيه على الاصول وبنتكلم على الجزء بتاع العائد بتاعي والمفروض انا هزوده ازاي كل سنه. يعني انت المفروض السنه دي حاطط اصول في الشركه بتاعتك او في البيزنس بتاعك، والله انا عندي مكاتب، عندي مثلا لو انا عندي مصنع ده ملك للبروجكت، لو انا عندي مثلا ادوات، لو انا عندي مباني، لو انا عندي مكن بصنع فيه، كل الاصول دي لازم بكون حاسبها، لازم بكون حاسبها. فانا المفروض اكتب واحدد كل الاصول اللي انا محتاجها في الاول، وعلى اساس كل سنه كل سنه ببتدي اشوف انا المفروض كل سنه دي هطلع بايه، او انا كل سنه هضيف ايه، كل سنه هضيف اصول ايه، كل سنه هكمل ازاي في الاصول دي، او انا المفروض هضيف للاصول دي ايه. والله انا السنه دي عندي مصنع فيه مثلا 20 مكنه، أو أنا عندي 20 مكنة في السنة دي، مثلا عندي 20 مكنة لو احنا بنتكلم في الجزء بتاع الأصول، فأنا عندي 20 مكنة في المصنع. تمام. الجزء بتاع البالانس شيت بتكلم على إن أنا عندي 20 مكنة. طب السنة الجاية مستهدف يكون في كام؟ أو أنا متارجت السنة الجاية يكون معايا كام؟ طيب السنه اللي بعدها هيكون معايا كام؟ طب لو انا مثلا عندي محل، تمام، لو انا بشتغل مثلا في محلات او بشتغل في مثلا ممتلكات زي افرع مختلفه، طب انا ده ملك،
ليا. طب السنه الجايه هيكون معايا كام؟ او انا على مدار السنين المفروض بحدد هشتغل ازاي، او انا هيكون معايا قد ايه. طيب الجزء اللي بعد كده، تمام، المفروض ان انا بشتغل على الجزء بتاع البالانس شيت، بحدد الاصول زي ما قلنا، بشتغل على الجزء بتاع الريسورس بتاعتي. دلوقتي انا معايا عدد من الاصول، ومعايا عدد من ومعايا عدد من رؤوس المال، ومعايا عدد من التفاصيل بتاعه البروجكت كانفستمنت، ومعايا تفاصيل بتاعه الفلوس اللي انا هستخدمها. المفروض ان انا الفلوس دي متقسمه ازاي؟ الفلوس دي متقسمه ازاي؟ طيب الفلوس دي المفروض في الجزء بتاع السورس بنبقى بنتكلم على الاصول بتاعه البروجكت نفسه. المفروض البروجكت ليه اصول. طيب الاصول دي قد ايه؟ مين صاحب الاصول دي؟ مين اللي دافع الفلوس وباني البروجكت من اوله لاخره؟ مين اللي شغال على البروجكت ده والمفروض ان هو هيجيب او الانفستمنت بتاعه هيكون كويس؟ طيب انت بتحدد هل في شريك ليك، تمام، او هل في حد معاك هو داخل في البروجكت ده، ولا في بنك مثلا هو اللي هيمولك، تمام، ولا الريسورس بتاعت الفلوس بتاعتك فين؟ الريسورس بتاعت الفلوس كام؟ حد هيشتغل على البروجكت ده؟ مين اللي هيكون ليه فلوس في البروجكت ده؟ والتفاصيل دي كلها. طيب انت دلوقتي هتحددها ازاي؟ دي دايما بتعمل مشاكل، او بتعمل زي ما بنقول كده فشل المشروع بعد ما بيتبني. والله احنا جينا دلوقتي قلنا هنعمل بروجكت، والمفروض ان انا احط فيه فلوس، وانت كمان هتحط فيه فلوس، فمين المفروض بقى هيشتغل، او مين اللي المفروض هيحط الفلوس بتاعته دي، وانت ليك كام وانا ليا كام، والمفروض انت هتبتدي تشتغل على البروجكت ده في الاخر هتاخد فلوس كام. فاحنا بنعمل حاجة اسمها، او ده كله ملخص لحاجة اسمها السورس بتاع ايه؟ الفاوندز. السورس بتاع الفاوندز بتاع البروجكت. يعني انا دلوقتي الاونر ليه فلوس، ولا الـ في بنك المفروض ان هو بستثمر، ولا فيه، ولا المفروض ان انا في مستثمر معايا هو اللي بيدفع. فانا لازم بحدد الاماونت، المبلغ اللي دفعه، والبرسنتج اللي هو دفعه. يعني انا دلوقتي لما اجي مثلا، والله انا مثلا ومحمد صاحبي دخلنا مثلا نعمل البروجكت بتاعنا، او انا مثلا ومستثمر تاني دخلنا نعمل البروجكت ده، والمفروض ان احنا هننفست فيه سوا. ما ينفعش ان انا اروح حاطط الفلوس اللي معايا وانت حط الفلوس اللي معاك، ونبتدي نشتغل على البروجكت دايركت، ونشوف والله مين لما نكسب نبقى نشوف، والدنيا ماشيه ما بيننا زي ما احنا ماشيين وعادي. لا ما ينفعش. فلازم تكون محدد الاونر بتاعك مين، تمام، مين الاونر بتاع البروجكت، هيدفع كام، وليه نسبه كام. طيب ولنفترض على نفس البروجكت اللي احنا مثلا بنتكلم فيه، احنا عندنا مثلا اصول 1,000,000 جنيه، وعندي تكاليف المفروض هطلعها 1,000,000 جنيه، فاحنا محتاجين مثلا انفست في الاول، او نتكلم في مبلغ هندفعه، تمام، مثلا 2,000,000 جنيه. طيب انا هدفع 1,000,000 وانت هتدفع 1,000,000، في الحاله دي هنكتب ان انت 50% وانا 50%، وانت دافع 1,000,000 وانا دافع 1,000,000. طب بنكتب ده علشان فيما بعد لما نيجي نوزع الارباح، او نيجي نوزع المكاسب بتاعتنا، او تقسيمه الشركه، او ممتلكات الشركه، نكون عارفين شغالين في انهي جزء بالظبط. طيب هل مثلا عندك مشكله في موضوع تقسيمه الفلوس، او عندك كيس معينه نبتدي نتكلم فيها عن الجزء بتاع الفلوس؟ لو في حد مثلا عنده سؤال في البورت ده، ممكن برضو ايه نجاوبه عليه. لو في حد عنده مشكلة في البورت بتاع السورس اوف فاوند، ان احنا بنجمع الفلوس اللي هنشتغل فيها او انفست فيها، وبنبتدي نقسمها ما بيننا بالاماونت والبرسنتج ما بيننا، انت نسبة كام وانا نسبة كام، والمفروض ان انت دافع مبلغ كام وانا دافع مبلغ كام، تمام.
ده الجزء اللي فات. لو في حد عنده سؤال اتس اوكي، ما فيش اي مشكلة. طيب الجزء اللي بعد كده او الجزء اللي بنتكلم فيه، الجزء بتاع الفاوند بقى اللي انت خدته، الفاوند اللي انت خدته ده او الفلوس اللي انت خدتها دي، المفروض لازما في كاتيجوري بتتوزع عليها، لازما في كاتيجوري بتتوزع عليها. يعني المبلغ اللي انت خدته ده هتوزعه فين؟ في جزء منه هيروح المبيعات، في جزء منه هيروح لإدارة التسويق عشان تقدر تماركت للبرودكت ده، في جزء منه هيتحط مثلا في الرأس مال او المصاريف الإدارية. بتبتدي تحدد المصاريف دي، والله احنا معانا المليون جنيه دي المفروض هنحط مصاريف تسويق على حسب البرودكت ده، محتاج مصاريف تسويق تقديرية بمبلغ مثلا 50,000، وعندنا جزء المبيعات او جزء الفلوس بتاعت مديرين المبيعات المفروض هم هياخدوها لمبلغ مثلا 50,000 جنيه. وبنبتدي نقسم الكاتيجوري، كل كاتيجوري معانا او كل جزء معانا في البلان بتاعتنا ليه جزء. والله احنا الشركة متقسمة لأقسام معينة، ببتدي أجيب الاستراكشر وأشوف المفروض إن أنا هانفست جوه الشركة كإنترنال بأني جزء بالظبط، المفروض إن أنا كإنترنال جوه الشركة هانفست بإيه بالظبط. تمام. طيب ده الجزء بتاع الفاينانشال سامري، نراجعه بشكل بسيط عشان تعمل ملخص سريع للماليات بتاعة البروجكت بتاعك أو فلوس اللي انت هتصرفها في البيزنس بتاعك. لازم بتحدد الانكم بتاعك وتكتب السمري بتاعه، هتصرف كام، تكاليف البضاعة قد ايه، مصاريف الاصول بتاعتك قد ايه، وهتبيع بكام، ومتوقع ربح كام. ده في الجزء الاولاني. في الجزء الثاني بتعمل حاجة اسمها بالانس شيت، وبتبتدي تحدد انت في البالانس شيت ده هتخش تحدد الاصول بتاعتك، وتحدد كل الاصول اللي انت بتتكلم فيها دي مترتبه ازاي. كل سنه انت عندك مصنع، عندك مكان معين، عندك محلات، عندك آلات، عندك مكاتب، عندك اجهزه كمبيوتر، كل دي اصول لازم ان انت بتحددها. طيب بعد كده بتحط السورس اوف فاندز، او بتحط الفاندز بتاعتك، انت دفعت كام في البروجكت ده، والمفروض ليك بيرسنتج قد ايه، دفعت كام في البروجكت ده، وليك بيرسنتج او نسبه قد ايه في البروجكت نفسه. طيب الجزء بقى اللي بعد كده اللي احنا اتكلمنا فيه، ان انت اليوز بتاع الفاند اللي انت خدته ده قد ايه. يعني انت دلوقتي خدت مبلغ معين، المفروض هتفاند للبروجكت ده ازاي. والله انا يعني عندي جزء الماركتنج محتاج بادجت كذا، عندي جزء السيلز محتاج بادجت معينه، عندي الجزء بتاع المصاريف الاداريه محتاج بادجت معينه. وبتبتدي تحدد البادجت بتاعتك على هذا الاساس، وتشوف انت محتاج البادجت دي تقسمها ازاي جوه القسم بتاع الشركه او جوه اقسام الشركه نفسها. تمام. دي ده جزء بتاع الفاينانشال سامري او الجزء بتاع الماليات، وانت شغال عليه لازم بتحدد الحاجات دي. فده الجزء بتاع الماليات لازم تكون مظبطه بشكل كبير جدا ومحدده بشكل كامل، علشان تقدر ان انت تبقى عارف الفلوس اللي انت بتحطها دي رايحه فين وجايه منين. طيب حد عنده أي سؤال في بخصوص الجزء ده أو الجزء بتاع الماليات أو في أي حاجة في البيزنس بلان نفسها؟ شوف لو في حد بعت سؤال. ممكن أعرف بس رأس المال ده
بنقسمه ازاي اول فتره؟ بص، راس المال بيتقسم في اول فتره على حسب الاحتياجات بتاعه البروجكت نفسه. راس المال بيكون محطوط اولا، لازم بيتحط في الاساسيات زي البروجكت وزي الانفستمنت وكل المتطلبات بتاعه البروجكت نفسه. يعني انا دلوقتي علشان اشتغل على البروجكت ده محتاج ان انا انفست في البضاعه بتاعتي، لازم أنا اجيب بضاعه، فدي راس مال فلازم أنا اشتغل عليه. طيب انا دلوقتي لو انا محتاج اشتغل على البروجكت ده، فانا محتاج راس المال بتاعه يكون بيشغل لي تيم الماركتنج او بيشغل الماركتنج نفسه، فابتدي اشتغل عليه. فانا بحدد راس المال نفسه، تمام، وبناء على الاصول بتاعتي ببتدي اشتغل عليه، بناء على الاصول بتاعتي ببتدي اشتغل عليه، او بناء على احتياجات البروجكت نفسه بشتغل على الاحتياجات بتاعه البروجكت. والله البروجكت ده المفروض محتاج ان انا اشتغل عليه في اساسيات معينه، فببتدي اشتغل عليه في الجزء ده، تمام. طيب راس المال المفروض ان انا بشوف البروجكت اجمالا محتاج اصلا فلوس قد ايه. راس المال بشوف البروجكت اجمالا محتاج مبلغ معين، مبلغ قد ايه، وببتدي اقسم عليه في الفتره الاولانيه بما يديني اصلا في انكم او يديني فلوس، ابتدي يديني ربح في اول فتره. يعني انا بقسم الفترات، والله الكوارتر الاول انا محتاج ان انا اشتغل على الجزء بتاع ان انا اجيب فلوس او ان انا انكم فلوس. طب الانكم فلوس ده او الفلوس اللي المفروض هتدخل لي دي، المفروض هتدخل لي ازاي؟ اكيد مثلا مش هستثمرها في حاجات مش هتجيب لي اول عائد في اول كوارتر في في البروجكت نفسه. فابتدي اشتغل على ده، بشوف اول كوارتر ارباحه ايه، تمام، او انا الاوبجكتيف بتاعته ايه، ببتدي اشتغل عليه، تمام. طيب نشوف لو في اي حد عنده سؤال تاني او عنده سؤال في جزء البيزنس بلان. اوكي طيب، يعني مثلا لو المشروع، محتاج اول فترة بالظبط 100,000، دي مثلا اول شهر. هو انا مش فاهم يعني سرين بالظبط، يعني لو المشروع محتاج اول فترة، لو هتعرف تفتح المايك وتشرح لنا. اوكي، لان انا السؤال مش واضح بالنسبة لي. يعني ايوه، مثلا مساء ازيك، الخير. عامل ايه؟ مساء النور. الحمد لله. يعني دلوقتي انا قصدي ان انا مثلا اول فتره او اول شهر عموما انا باسس المشروع، هنقول مثلا خد 100,000 جنيه، تمام. تمام. تاني شهر المفروض احاول انا يعني ابقى عامله مثلا تاني شهر جزء برضو من راس المال للمصاريف، ولا احاول تاني شهر اصرف من الارباح؟ لا، المفروض ان انا بقسم راس المال على حسب عدد الارباح اللي بلاقي نفسي ساعتها ممكن احط تاني في راس المال. يعني انا دلوقتي متارجت مثلا ان انا ابيع، هو البروجكت ايه؟ طيب هو طباعة تيشيرتات أونلاين. حلو، اوكي. البروجكت ده انا مثلا متارجت ان انا محتاج 5 عملاء يجوا لي علشان ابتدي اغطي المصاريف واحقق ايه، ارباح، تمام. ببتدي الارباح بتاعتي بيكون فيها اجزاء من ضمنها ان انا اعيد انفستمنت، مصاريف اهلاك ومصاريف زياده في راس المال، وبناء على كده ببتدي اكمل بقيه البروجكت تاني من الارباح نفسها. يعني مثلا انا المفروض هكسب مثلا في اول كوارتر مثلا 50,000 مثلا او 25,000، ببتدي اخد من الارباح دي نسبه معينه كمصاريف اهلاك، وباخد منها كمصاريف إعادة لرأس المال عشان رأس المال يفضل ثابت ما يتغيرش. تمام. يعني انت قصدي حضرتك ان الاول 3 شهور مثلا، الربع الاول من المده مثلا، انا بحاول ان انا بيبقى فيه ربح لازم، انا مش ضامنه مثلا نسبه المبيعات هتكون ازاي، ما فانا انا عشان بحدد. كده بحط تارجت معين، تمام، والمفروض ان انا بشتغل على التارجت ده، وبكون انا محدد من التارجت ده المكسب بتاعي. علشان كده بنقول مثلا بنبقى دارسين السوق ومحددين احنا داخلين السوق ده ازاي وهبيع لمين، وبكون عامل دراسة. عشان كده بنقول قبل البيزنس بلان نفسها لازم بكون فاهم، عامل دراسة او ماركت ريسيرش، فاهم السوق والمفروض ان انا هبيع لكام والفترة قد ايه. يعني مثلا ببقى محدد ان انا في خلال مثلا طباعة التيشيرتات هشتغل في سيزون مثلا
اخر السنه بتاع الدراسيه، أمم تمام، ولما هشتغل في اخر السنه الدراسيه المفروض ان انا هشتغل على الجزء بتاع الستودنت اكتيفيتي، ومن الستودنت اكتيفيتي دي هحدد مثلا 10 ستودنت اكتيفيتي واجيب منهم الفلوس، تمام، او أمم هحقق منهم ايه عوائد. فانا اوريدي فاهم السيزون، فاهم هبتدي اديل معاهم ازاي. طب الستودنت اكتيفيتي بيدوروا على ايه؟ بيدوروا على الكواليتي تكون كويسه، او مش الاوفر كواليتي، لكن كواليتي تتماشى معاهم، وفي نفس الوقت تكون حاجه بسعر كويس، لان هم برضو ايه طلبه، تمام. طيب الشرايح مثلا ايه؟ او انا عندي مثلا طلبه الجامعات الحكوميه، تمام، عندي الطلبه بتوع الجامعات الخاصه، اللي هي على حسب بقى بحدد الشرايح. والله الجامعه دي مثلا مصاريفها في السنه 100,000 جنيه، فاوريدي الطالب مش هيكون عنده مشكله في موضوع السعر بتاع التيشيرت. طب لو انا مثلا في مصاريف الجامعه دي 5,000 جنيه في السنه، لا اوريدي ممكن الطالب يكون عنده مشكله في السعر. فانا على حسب التارجت انا محدد قد ايه، وببتدي اشتغل على هذا الاساس. تمام، شكرا. العفو. تمام، طيب في حد تاني عنده سؤال؟ لو حد عنده سؤال تاني في الشات، او حد عنده سؤال يفتح المايك ويسأل عادي. تمام، طيب خلينا كده نشوف بقية أو الأجزاء الباقية من الجزء، أو لو نشوف برضو لو حد على كلوب هاوس عنده سؤال. حاضر. اتفضل، كان في حد عايز. اوكي ماشي. طب أكدوا معايا الصوت كده لو انتوا سامعيني. أوكي. طيب الجزء بقى خلاص احنا حددنا المفروض البيزنس بلان، وفهمنا الجزء بتاع السامري، وجزء شفنا الجزء بتاع الماليات هتظبطها ازاي ما بينك وما بين التيم بتاعك، وما بينك وما بين التصفية المبالغ بتاعت الأرباح والتكاليف بتاعت المنتجات نفسها. بنبتدي بقى نخش على التفاصيل بقى، خلاص احنا خلصنا السامري، بنبتدي نشوف التفاصيل نفسها بتاعت البروجكت، او بنبتدي التفاصيل بتاعت البروجكت نفسه، من غير بقى ما نتكلم في حاجه ليها ملخص او اي حاجه. احنا خلاص قلنا كتبنا الملخص، عشان اللي يقرا الجزء بتاع الملخص يبقى عنده باك جراوند ويبقى فاهم التفاصيل. فهنخش بقى في بعد كده بنتكلم في اول بوينت، هي البيزنس ديسكريبشن. اول بوينت هي البيزنس ديسكريبشن. طيب في البيزنس بلان بقى، وانا بتكلم عن البيزنس ديسكريبشن ده، المفروض اكتب فيها ايه، او المفروض اقول ايه في البيزنس ديسكريبشن ده؟ والله البيزنس ديسكريبشن ده لازم بتكتب فيه كل التفاصيل بتاعه البروجكت بتاعك. يعني مثلا بتكتب انت دلوقتي هنا فاتح البروجكت ده ليه، تمام، الشركة دي هيكون سبب وجودها ايه، تمام، مهمتك انت ايه اصلا، او انت بتعمل ايه. لا والله تعالوا مثلا انا دلوقتي المفروض بشتغل على بروجكت، لو حد عنده بروجكت حابب ان احنا نكزامبل عليه اتس اوكي، تمام. طيب خلونا ناخد اكزامبل، حتى لو حد دخل وسأل. اوكي دلوقتي بنتكلم في ان انت بتتكلم في الميشن بتاعتك، بتحدد انت بتعمل ايه وموجود عشان ايه في السوق. طب والله انا البروجكت بتاعي بتكلم مثلا انا ببيع احذيه، طيب الاحذيه اللي انت بتعملها، انا موجود عشان الاحذيه الطبيه، في منها كتير في السوق مش كواليتي عاليه، تمام، والسعر بتاعها مش احسن حاجه بالنسبه لكل الناس، فانا وجودي بالبروجكت ده عشان اوفر الاحذيه الطبيه، تمام،
اللي مش موجوده في السوق بنفس السعر او بنفس الكفاءه اللي المفروض تكون موجود بيها. تمام؟ طيب خلاص انت كتبت الميشن بتاعتك وعرفت انت موجود هنا ليه او بتعمل ايه او التفاصيل بتاعت البروجكت بتاعك. بتيجي بعد كده بقى في الجزء اللي بعديه بتشوف الفاليو والفيجن، الجزء بتاع الفاليو والفيجن. خليني ايه اكبر لكم الصوره عشان تكونوا شايفين الجزء بتاع الفاليو والفيجن. طيب الجزء بتاع الفاليو والفيجن هنا انت بتحدد ايه؟ الناس طبعا اللي على زوم شايفه الفايل ومعاها الفايل قادره ان هي تبص عليه، والناس اللي مش معاها الفايل ده ممكن ابعته لهم يتواصلوا معايا على اي بلاتفورم المودريشن تيم هيبعتها، او لو انت على كلوب هاوس فانا بحاول ابسط لك الدنيا بشكل بحيث ان انت تبقى سامع وفي نفس الوقت فاهم. طيب الفاليو قلنا اتكلمنا على ان الفتره او الجزء اللي بعد كده البوينت الثانيه انت هتتكلم عن الفاليو والفيجن بتاعتك. طب الفاليو هنا والفيجن ايه؟ والله انا عندي قيمه معينه بقدمها او انا عندي قيم معينه انا بشتغل عليها او بتحركني. تمام؟ طيب المفروض القيم دي ايه؟ بتبقى عباره عن ايه؟ والله انا دلوقتي المفروض في حجم الاندستري دي، تمام، ببتدي اشوف ان انا هشتغل على سبلاير يكون موجود في السوق كويس، يقدر ان هو يديني كواليتي فابتدي اشتغل في الاندستري دي بشكل ليها جودة، مش هبتدي ان انا انزل مثلا حاجات ليها مثلا باك جراوند مش كويسة، او ان انا مثلا هقدم فاليو حقيقية ببرودكت يقدر يخدم الناس. هبتدي ان انا عندي فيجن هطلع بيها في البروجكت ده واحقق منه ارباح لاكتر من حد او للناس ان هي تاخد كواليتي كويسه. والله انا الفاليو اللي انا بقدمها كواليتي عاليه جدا، والكواليتي اللي انا بقدمها دي ممكن تكون مختلفه عن كواليتي موجوده تانيه في السوق. والله مثلا انا الكواليتي بتاعتي في، لو احنا مثلا كنا بنتكلم على الاحذيه الطبيه، ان هيعيش اطول فتره ممكنه معاك، ان هو مش هيسبب الم للناس الكبيره في السن، فدي فاليو معينه انا بقدمها مش موجوده في السوق. طب الفيجن بتاعتي ايه؟ ان انا والله اوصل لي بالبزنس بتاعي لعدد معين في الماركت شير، او انا اخد ماركت شير كبير في السوق. طيب الجزء اللي بعد كده بتكلم في الاندستري اوفر فيو. الاندستري اوفر فيو هنا بتكلم في نظرتك انت بقى، تمام، على الاندستري دي، تمام، او بشكل عام كده نظره عامه على الاندستري دي. طب الاندستري دي بتتكلم في ايه؟ والله ده مجال احذيه. طيب مجال الاحذيه ده المفروض فيه كام حد بيشتغل في الاحذيه الطبيه على سبيل المثال؟ كام حد بيقدر يقدم برودكت كواليتي كويسه؟ حد مثلا في الاندستري دي، او لو ليها مثلا مناطق معينه، زي مثلا لو اتكلمنا مثلا على الفرنتشر، او احنا عندنا دمياط، تمام، هم بتوع الاساس، فخلاص دي منطقه صناعيه او قطاع كامل بيقدم خدمات في الجزء ده. طيب لو انا مثلا محتاج اتكلم عن المجال اللي انا اللي بتكلم عن في الصناعه اللي انا فيها والقطاعات اللي انا فيها واساس السوق ده، التركيبه السكانيه بتاعته، لو في مناطق متخصصه او معموله مخصوص زي ما قلنا مثلا فرنتشر، زي مثلا لو في مثلا موزعين اساسيين في السوق ده، لو مثلا زي ما بنتكلم هنا ان في موردين هم اللي مسؤولين سبلاير او مثلا موزعين ديستريبيوتورز في المجال، او مثلا في محركات او مؤثرات اقتصاديه على السوق ده فلازم نخلي بالنا منها. فانا والله احنا عندنا مثلا السوق بتاع او المجال بتاع الاستيراد والتصدير مثلا بيتاثر، او تصدير الاحذيه مثلا واستيرادها بيتاثر بمؤثرات مثلا فيروس كورونا او ما الى ذلك. خلاص انت فاهم ازاي ان انت تشتغل في الاندستري دي، وعارف وقت ما يتاثر ووقت ما تتاثر بيها هتقدر تشتغل ازاي او هتعمل ايه. تمام؟ طيب في الجزء بتاع الاندستري اوفر فيو لازم يكون مقدم بشكل كامل انت تقدر تقدم ايه في الاندستري دي. طيب بعد كده بتبتدي تشتغل على الكومباني ديسكريبشن، الجزء بتاع الشركه بتاعتك. انت لازم ديسكرايب يور بزنس بشكل كويس، لازم تقدم
البيزنس بتاعك بشكل كويس، تبقى انت انترستد بشكل كبير جدا لتقديم ده، وان انت بتقدم فكره مختلفه. والله انا الكومباني بتاعتي بتقدم حاجه كويسه للسوق ده، فيبقى الناس اللي هي هتنفست او هتفكر ان هي تنفست معاك في البيزنس بتاعك هيكونوا فاهمين تمام، هيقدروا ان هم يقدروا الفكره بتاعتك ويقدروا ينفست فيها. عمر ما لو انت تقدم البيزنس بتاعك او الشركه بتاعتك او تعملها ديسكريبشن او تقدمها بشكل مش مظبوط او بشكل مش مفهوم، عمر ما حد هينفست معاك. لازم تكون بتقدم او بتسكرايب الكومباني بتاعتك او البيزنس بتاعك بشكل مفهوم وبشكل واضح. لازم تكون الناس فاهمه انت بتقدم ايه، بتقدمه ازاي، الشركه بتاعتك موجوده في السوق ليه. تمام. طيب الجزء اللي بعد كده بتتكلم على الهيستوري بتاعك او الاحصائيات بتاعت الشغل بتاعك. يعني انت دلوقتي والله انا كشركه هقدر احقق ده لان انا عندي باك اكسبيرينس في الشغل في الاندستري دي، هقدر ان انا احنا مجموعه مستثمرين هنقدر نقدم فاليو حقيقيه للسوق، والله احنا مجموعه هتقدر تساعد على ده، عندنا مثلا تاريخ كبير مع العملاء، عندنا احصائيات بتقول ان احنا حققنا انجازات في عدد من السنين وما الى ذلك. تمام. فانت لازم بتتكلم عن النولج بتاعتك او بتتكلم عن الجزء بتاع اللي انت هتقدر تقدمه. يعني احيانا والله طب انا داخل الاندستري دي وانا مش عندي او مش قادر اوصف الهيستوري بتاعتي، او مش عندي هيستوري كبيره، او مش عندي هيستوري كبيره اقدر اقدمها، فبتبتدي تتكلم عن الحاجات اللي انت هتحققها تمام، واحصائيات او خدمات انت تقدر توصل لها او احصائيات تقدر تقدمها. تمام. فانت بتتكلم في الجزء بتاع الهيستوري، شيء مهم جدا لازم ايه تخلي بالك منه وانت بتكتب. طيب بعد كده بتتكلم في الجزء بتاع الجولز والاوبجكتيف. لو انت شركه فعلا هتقدم حاجه وهتحقق حاجه لازم تكون فاهم الاوبجكتيف بتاعتك والجولز اللي انت هتقدمها. انت الجولز اللي انت هتقدمها ايه بالظبط، لازم تكون فاهم انت هتقدم ايه. مش هينفع ان انت تكون شركه ومش عندك اوبجكتيف، مش هينفع تكون شركه ومش عندك فاليو معينه انت حاطط لها هدف معين انت تقدر تشتغل عليه. ما ينفعش تكون بتشتغل وانت مش عارف ايه الهدف بتاعك من شغلك، لازم تكون حاطط اوبجكتيف محدده، لازم تكون فاهم الهدف اللي انت بتشتغل عليه عشان تقدر توضحه. طبعا الهدف ده لازم يكون قابل للقياس، يبقى افيلبل ان الناس او ان انت تقدر تميجر الاوبجكتيف دي، وتكون ليها تايم محدد ويكون ليها ديدلاين انت تقدر تشتغل عليه. يعني مثلا ما اقولش انا محتاج ابيع في السوق ده بشكل كبير، طب انت لو بعت بما يغطي المصاريف اللي صرفتها هتبقى حققت نجاح وبعت، لو بعت بشكل كبير جدا وما خدتش شريحه كبيره في السوق هتبقى بعت، فانت هتقيس منين هنا ان انت نجحت او ما نجحتش. تمام. فانت لازم تكون محدد بشكل كبير جدا انت بتشتغل على ايه، او انت بتشتغل الاوبجكتيف بتاعتك تكون محدده. لا انا محتاج في اول 3 كوارتر اكون بعت عدد معين من القطع، او انا بعت نسبه كبيره، او ان انا مثلا خدت 50% كشريحه من السوق، او انا مثلا حققت نسبه كبيره في السوق مثلا، وتحط لها رقم معين، وده في خلال كوارتر، في خلال 2 كوارترز، في خلال 1 مانث. لازم تكون محدد رقم محدد وتكون محدد بالظبط تايم تقدر ايه تشتغل عليه. طيب الجزء بقى اللي بعد كده او الجزء المفروض ان احنا برضو هنتكلم فيه مهم جدا، العوامل او الحاجات اللي انت المفروض هتنفذها تمام علشان تخليك سكسس في الاندستري دي، او تخليك ناجح وتحقق النجاح بتاعك. ايه العوامل اللي هتساعدك؟ والله ان انا يكون معايا موردين كويسين، يكون معايا سيوله في المال، يكون ان انا مثلا معايا عمال يقدروا يطلعوا كواليتي كويسه. لازم بتحدد الحاجات اللي انت هتشتغل عليها، لازم تكون محدد
الحاجات اللي انت هتساعدك في الشغل بتاعك. والله انا لو معايا مصنع مثلا في بورسعيد مثلا، فهقدر ان انا اصدر بشكل اسرع وبشكل افضل، فده عامل كويس. والله مثلا لو انا في حي مثلا ببيع الاحذيه في حي مثلا في الموسك مثلا فور اكزامبل، او في مكان لو انا ببيع الفرنتشر او الاساس بتاعي في دمياط، فانا لا هبقى في منافسه قويه، فاقدر اطلع انتاج يحقق او ان انا ابيع بشكل افضل. تمام، فانت لازم بتحدد العوامل اللي انت شغال عليها علشان تقدر ان هي تهلب يو في ان انت تحقق النجاح بتاعك. طيب الجزء اللي بعد كده او الجزء الاخير، الجزء بتاع الكومباني اونرشيب. الكومباني اونرشيب الاونرز بتوع الشركه، التايتل بتاعهم ايه، والشير بتاعهم قد ايه في الشركه، والبرسنتج بتاعتهم قد ايه. احنا حددنا ده في الفاينانشال او الجزء بتاع الفاينانشال بتاع الماليات. لكن انا ممكن اكون دافع مبلغ قليل، بس انا ليا نسبه كبيره ان انا بانفست حاجات غير ماليه في الشركه، زي شغل، زي توصيات، زي موردين، زي تلخيصات جمارك، فانا واخد ريت اعلى. فانا بحسب ده من خلال ان انا باخد برسنتج اعلى في الشركه، او ان انا باخد شير اعلى في الشركه. يعني هتيجي تحدد في الكومباني اونر شيب انت ليك قد ايه، او شريك بقد ايه، والناس اللي معاك شركاء بقد ايه. لازم تكون عارف انت نسبتك كام في الشركه، ونسبه الناس اللي معاك قد ايه في الشركه، والتايتل بتاعهم. انا ممكن مثلا في شركات، في شركات بتعمل ايه، والله انا عندي اداره تسويق، فهات مدير التسويق ده يبقى ليه شير في الشركه، عندي مدير مبيعات فده ياخد شير في جوه الشركه، والناس دي كلها نسبه. فالناس تكون مشاركه في بناء الشركه نفسها، فيحسوا بمدى الاهميه وبمدى ان هم بيحققوا حاجه كبيره، فياخدوا ماركت شير كويس جوه الشركه، فيكونوا مبسوطين، فيحققوا نتائج اعلى. تمام، فدي حاجه كويسه جدا، او دي حاجه انت تقدر تحققها بشكل كبير، وتقدر تحقق منها عائد كويس مع الاستقرار جوه الشركه. من العوامل المهمه جدا الاستقرار جوه الشركه، وده بيجي من ان انت بتكون محدد ادوارك، محدد كل واحد دوره قد ايه جوه الشركه. تمام، طيب تعالوا كده نراجع الاجزاء دي تاني. لما انت بتيجي تكتب البيزنس ديسكريبشن، انا دلوقتي جوه البيزنس موديل، المفروض ان انا هكتب بيزنس ديسكريبشن، هكتب البيزنس ديسكريبشن. طب هكتب البيزنس ديسكريبشن ازاي بشكل سريع تاني؟ المفروض بحدد ميشن معينه علشان امشي وراها، بحدد فاليو وفيجن معينه تكون واضحه في السوق عشان اقدر احقق منها بشكل كبير. بقدر ببتدي اشتغل على ان انا ابقى فاهم الاندستري دي، وابقى عارف الاندستري اوفر فيو عندي ايه بالظبط. تمام، وابتدي اشتغل عليه. لازم بكون فاهم الجزء بتاع الكومباني ديسكريبشن، ببتدي اعمل كومباني ديسكريبشن كويس جدا علشان اقدر احقق منه شغل كويس، وابتدي ان انا لما اجي اعرف الشركه بتاعتي اعرفها بشكل كويس، وابقى انا فاهم الشكل ده يقدر اوصل بيه الشركه بتاعتي لاي حد في 5 دقائق، او في 5 دقائق ده كتير جدا. المفروض ان انا اوصف الشركه بتاعتي واحط الديسكريبشن بتاعها بشكل واضح ومريح للي قدامي، لما يسمعه يبقى عارف الشركه دي بتتكلم عن ايه او بتعمل ايه بشكل سريع جدا. بعد كده لازم انا اكون فاهم الهيستوري، واكتب الهيستوري بتاعتي والنولج بتاعتي عشان كده عملت الشركه دي، او اشتغلت على الشركه دي، او حققت الشركه دي. فدي حاجه بتبقى كويسه جدا، ولازم تكون حاططها في حسبانك. انا دلوقتي كواحد بانفست فلوس او بقدم فلوس ليك علشان تشغل البروجكت بتاعك، فانا اضمن منين ان انت هتقدر تمانج البروجكت ده بشكل كويس؟ فانا لو انت عندك هيستوري كويسه هتقدر تمانج الشركه بشكل كويس. لازم اكون حاطط اوبجكتيف محدده اشتغل عليها، والاوبجكتيف دي تكون ميجبل، وتكون ليها تايم او ليها ديدلاين عشان تقدر توصل له. انا في خلال كوارتر حقق مبلغ مثلا مبيعات بمليون جنيه، في خلال
سنة هكون حققت قفزة وخدت 50% ماركت شير وما إلى ذلك. طيب الجزء اللي بعد كده، الجزء اللي بعد كده العوامل المفروض هتنجحني في السوق ده. والله أنا السوق ده المفروض إن أنا حاطط أوبجيكتيف معينة، تمام، فأنا وصولي للأوبجيكتيف بتاعتي، تمام، هيكون بناء على ان انا اخد مصنع مثلا في حته كويسه، ان انا افتح المحل بتاعي واشتغل له ماركتنج بشكل كويس، وابتدي احدد الحاجات والعوامل اللي هتنجحني. طيب الجزء بعد كده الاخير، ان انا بتكلم في الكومباني اونر شيب، اللي هو انا بحدد انا نسبتي قد ايه في الشركه، لو انا شغال في الشركه دي او انا حد من رؤساء الشركه، وليا نسبه قد ايه، وماركت شير جوه الشركه قد ايه، تمام. طيب ده الجزء بتاع الديسكريبشن بتاع البيزنس بتاعك، او الجزء بتاع اللي انت بتوصف بيه الشركه بتاعتك. وبعد كده بتخش على البرودكت، هنتكلم فيه المره الجايه ان شاء الله، لكن احنا النهارده كده اتكلمنا عن الفاينانشال سامري، انت ازاي هتكتب الفلوس بتاعتك بشكل سريع، والجزء بتاع الديسكريبشن، انت ازاي وصفت بتاع او بتوصف الشركة بتاعتك وبتبتدي تشتغل عليها بشكل كويس علشان تقدم بزنس ديسكريبشن محترم تبتدي تشتغل عليه، تمام. هل في حد عنده اي سؤال؟ لو في حد عنده سؤال او محتاجين ان احنا ندسكاس شوية في جزء البزنس ديزاين، يبقى اوكي معاكم، خلينا نشوف في الشات، او لو في حد من التيم او في على كلوب هاوس عايز او عنده سؤال او معلومه معينه عايز يقولها، لو عايز تضيف حاجه، عندك سؤال عايز تقوله، اتس اوكي. صيف معاك لو عندك حاجة تقولها، أو يا مصطفى. سوري معاك، قول يا قول تاني يا سيف، سيف او مصطفى اللي كان، قول تاني معاك كده يا سيف، او كنت سوري النت قطع. تقريبا انت كنت بتسأل ما بين البزنس بلان وما بين حاجة تانية، لو حد من الناس سمعوا ممكن يبلغني يعني الفرق ما بين بزنس بلان وما بين ايه تاني؟ ايه الفرق اصلا ما بين السيلز بلان والبزنس بلان، ولا الاثنين تقريبا حاجه واحده لو عندك؟ البزنس، معلش مش سامعك، البزنس بلان وايه تاني؟ الفيس بلان. الفيس بلان؟ اه اوكي، البيزنس بلان وايه تاني؟ طب هو مش عارف ايه، اما مشكلة في الصوت عندك او عندي مش عارف. طيب خلينا نقول ان البيزنس بلان او لا، يعني خلينا نقول كده، هي بتفرق ما بين بيزنس بلان غير الماركتنج بلان غير الفيزابيلتي ستادي غير السوشيال ميديا بلاي، كل حاجة من دول ليها جزء محدد.
او ليها طريقه شغل معينه وبتشتغل على جزء معين. وده اللي اتكلمنا عنه في الجزء الاولاني، او ده اللي اتكلمنا عنه قبل كده في الجزء بتاع قبل كده. انت كنت بتسأل ما بين البزنس بلان وايه تاني؟ السيلز بلان. حلو جدا. سوري معلش على موضوع اللاب ده، مش عارف منين المشكله، بس يعني انا معاك. لا 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 خالص. اوكي، الفرق ما بين البزنس بلان والسيلز بلان مختلفه تماما. البزنس بلان هي بتحكي كل التفاصيل بتاعه البزنس بشكل اجمالا، يعني انا المفروض هدفع كام وهاخد كام، المفروض هماركت ازاي، المفروض الناس الشركاء بتوعي مين ونسبتهم قد ايه، المفروض التفاصيل بتاعه البيع من ضمنها، المفروض التفاصيل بتاعه الارباح والفولو اب وكل الاجزاء دي واجزاء تانية مختلفه. لكن السيلز بلاين مختلفه تماما. السيلز بلاين هي بتيجي بتتكلم في الجزء بتاع البلان بس، بتاع السيلز بس، تمام؟ الجزء بتاع السيلز والجزء بتاع المبيعات بشكل عام، لكن مش بتتكلم في الجزء بتاع وانا اسف جدا، بس هو انا مش عارف المشكله من عندي ولا منين، بس هو يعني نص الكلام كان بيقطع. تمام. هقول لك تاني، هي المشكله في النت، مش عارف منين. سامعني كده؟ سامعني كده؟ كده تمام، كده تمام. كويس جدا. الجزء بقى بتاع السيلز بلان هو بيتكلم في محور السيلز بس، تمام؟ انا المفروض هحقق تارجت مبيعات قد ايه في خلال فترة قد ايه، تمام؟ طيب ده هي انكم بقى ار او اي على البيزنس قد ايه، ده بيكون في جزء البيزنس بلان، تمام؟ يعني انتوا بتوع السيلز، والله احنا محتاجين الشهر ده نحقق تارجت معين، تمام؟ ولنفترض مثلا مليون قطعة، تمام؟ طيب وده بنشتغل عليه وبنبني له بلان، تمام؟ بيزد على الجزء بتاع الناس بتوع الماركتينج والبيزنس نفسه بيقول ايه، تمام؟ طيب الجزء بقى بتاع الماركتينج بيشتغل زيه زي بتاع البيزنس. هو المشكلة ان الاتنين بيشتغلوا على البيزنس نفسه، تمام؟ الاتنين بيخشوا من جوه البيزنس نفسه، تمام؟ هو تقريبا عنده مشكلة في النت او حاجة، او انا مش عارف بصراحة المشكلة فين. بس هو عموما عشان لو رجعت يا سيف للفيديو على يوتيوب ولا حاجة، هو الفكرة ان الفرق ما بين ان البيزنس بلان والماركتنج بلان الاثنين بيخدموا على الاثنين، البيزنس بلان سوري الماركتنج بلان والسيلز بلان الاثنين بيخدموا على البيزنس بلان، تمام؟ ده الجزء بتاع السؤال بتاعك. كلمة بلان نفسها هي بتتمحور في كلمة الخطة نفسها او البلان اللي انا بمشي عليها. فانا ببتدي بقى احط السيلز بلان لو انا هشتغل في جزء السيلز، لو انا في ماركتنج بلان هبتدي اشتغل على جزء الماركتنج وبلان للماركتنج. طب لو انا في بيزنس بلان، لا انا ببتدي اشتغل على البيزنس كله بشكل عام، الفاينانشال بتاعه، الانفستمنت بتاعه، الماركتنج، السيلز، الجزء بتاع المانجمنت للشركه نفسها وما الى ذلك، تمام؟ يعني اتمنى اكون ان انا الاجابه وصلت لك، او ان انا قدرت اجاوبك يعني. وليها كل بلان ليها البروسيس بتاعتها وليها التفاصيل بتاعتها، كخطوات او كتنفيذ او كفولو اب. لكن بشكل عام كل بلان بيكون ليها الجزء بتاع السيتويشن اناليسز في الاول، بعمل اناليسز سواء لو انا في السيلز بشوف اناليسز المبيعات نفسها قد ايه، والناس بتحقق تارجت ولا لا، المشكله في المبيعات ولا مفيش مشاكل، طب هم محتاجين يوصلوا ايه باناليسز الدنيا، التيم كويس ولا لا، بيقدر يشتغل ولا لا، تمام؟ طيب الجزء اللي بعد السيتويشن اناليسز ببتدي ابني استراتيجي العب بيها. لو انا بشتغل في الماركتنج فانا هبتدي ابني ماركتنج استراتيجي، لو انا بشتغل في السيلز هبتدي اعمل سيلز، او هبتدي ان انا اشتغل كسيلز بشكل استراتيجي، او بعمل استراتيجي للسيلز بتاعي علشان او للتيم بتاع السيلز علشان ابتدي اشتغل يحققوا اوبجكتيف معينه.
طيب لو انا بقى بتكلم على الجزء بتاع الجزء التالت، فانا هتكلم في الجزء بتاع الاكشن. المفروض ان انا باخد اكشن، يعني المفروض ان انا بحقق اكشن معينه علشان اشتغل عليها، تمام؟ فانا المفروض بعمل سيتويشن اناليسز، وبعد السيتويشن اناليسز ببتدي اعمل سيتويشن اناليسز، وبعد السيتويشن اناليسز ببتدي اعمل استراتيجي، وبعد الاستراتيجي ببتدي اخد اكشن. ده بقى على حسب هل بشتغل سيلز ولا انا بشتغل ماركتنج ولا انا بشتغل بيزنس نفسه، لكن كل حاجه كبلان مختلفه عن الثانيه، تمام؟ طيب حد تاني عنده سؤال؟ انا عايز اشكرك بس الاول عشان انا ما شكرتكش، يعني متشكر جدا بجد، يعني اجابتك كانت عظيمه جدا. ويعني كنت عايز اعرف لو في بقى حاجه ماتيريالز مثلا او حاجه زي درافت ابص عليها على بزنس بلان مثلا اوريدي معموله، لو انا عايز ابص في عليها في الاقي حاجه. في 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 الفايل اللي احنا بنشتغل منه، احنا اوريدي على زوم بن بن بنشرح من الفايل نفسه، والناس بتطبق وبتبعت لي التطبيق على الميل، فانا ممكن ابعت لك الفايل بكل البوينت بتاعته بكل الشروحات بتاعته، ولو عندك اي سؤال ممكن بتبعت لي في اي وقت على الميل وبرد عليك، مفيش اي مشكله. يا ريت يا ريت والله جدا. طب اعمل ايه بقى عشان بص، انت سيرش، انت ممكن من لو على من عشان كلوب هاوس من على انستجرام وتبعت لي، هتخش على البتاع خلاص. عندي، وفي نفس الوقت لو اليوزر نيم بتاعي ده موجود بيه على كل السوشيال ميديا، اي بلاتفورم هتكتب عليها نفس اليوزر نيم هتلاقيني ايا كان، تمام؟ خلاص تمام، متشكر جدا بجد. العفو، ربنا يخليك، تسلم يا سيف، تمام؟ تمام. طيب في حد تاني عنده سؤال؟ تمام ايوه تمام معاكي. مين خالد؟ الاسم مش واضح عندي. نسرين معاكي يا صالحون. اوكي ازيك؟ الحمد لله. دلوقتي طيب عشان بس كان هو سؤالي بالنسبة لموضوع البراند والمبيعات، يعني دلوقتي انا بتكلم على مشروعي الخاص، مثلا انا هبيع مثلا تيشيرتات اونلاين وانا اللي هعمل الطباعة الخاصة بيها، تمام؟ تمام. فالسوق انا حاسه السوق مش واضح بالنسبه لي، يعني انا حاولت طب ايه احدد المنافس بتاعي ازاي، والسوق واسع قوي وانا مش قادره امسك حد معين يعني ان انا ادرسه، تمام؟ حضرتك عارف طبعا الفيسبوك هو ده البلاتفورم اللي شغال هنا، تمام؟ فمش واضحه الحته دي بالنسبه لي، ان انا اشوف منافس معين وان انا اقدر احدد نقاط القوه والضعف بالنسبه له والتفاصيل دي كلها. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا ازاي اقدر ابني لنفسي براند اونلاين؟ يعني انا على مدى قد ايه المفروض ان انا احط الخطه بتاعتي ان انا اعمل براند؟ يعني انا مش عايزه مجرد مبيعات بس، لا انا عايزه اعمل اسم وتواجد. الحاجه الثالثه، معلش انا عارفه ان انا عندي كذا سؤال. لا طب اقول لك، خلينا ناخد الحاجتين الاولانيين عشان بس ما ننتوش. اول سؤال، انت محتاجه تدرسي السوق بشكل كويس، صح؟ انت هيبقى لك قد ايه في السوق نفسه، سوق ايه بالظبط؟ او يعني في الاندستري دي نفسها؟ لا هو انا لسه هبدأ جديد، يعني انا لسه ده طب مشروع انا هعمله لسه. ليه اخترتي المجال ده؟ اشمعنى؟ هو المجال انا حاسه ان هو يعني هو مجال كويس وفي نفس الوقت السوق محتاجه، يعني مش متواجد اونلاين. السوق الملابس عموما مفتقد حته الجوده، انا عايزه العب على حته الجوده، يعني في ناس كتير بتشتكي من الجوده، في ناس كتير بتشتكي من خدمه العملاء وخدمه ما بعد البيع. انا حاسه ان انا هقدر اقدم في الحته دي حاجه كويسه. طيب بص، خلينا نتكلم بشكل واضح، خصوصا لو احنا بنتكلم في جزء بيزنس. هو ما ينفعش بيزنس يقوم على الاستكشاف ده، تمام؟ لازما بنبتدي قبل البيزنس بلان او قبل الكلام ده كله، بنبتدي نشتغل على الجزء بتاع السيرش نفسه، نشوف نسيرش على الاندستري نفسها. طيب لو السيرش عندي مش واضح، او انا السيرش بالنسبه لي مش باين انا المفروض هبيع بكام او هشتري بكام، او انا المفروض افهم، فانا ببتدي اسال ناس من جوه المجال نفسه لو انا مش في الاندستري دي. ونصيحه، بلاش تبداي في اندستري لسه مش عندك فيها نوليدج كتيره، الا لما تبتدي تشتغلي على تبتدي تشتغلي فيه بشكل اكبر وتبتدي تفهميه بشكل كبير. يعني انا المفروض بقى تسالي الناس اللي شغاله في المجال بتاع طباعه التيشيرتات وفي التيشيرتات من فتره،
تمام؟ ايه المشاكل اللي عندهم؟ تخش تشوف العملاء بتوعهم، ايه مشاكلهم؟ هم محتاجين ايه؟ ايه الحاجات اللي مش محتاجينها؟ تمام. ايه المشاكل اللي عندهم؟ هل هم بيبيعوا اصلا ولا لا؟ هل هم عندهم مشاكل اصلا في السوق ولا هم ستيل ماشيين؟ السيزون بتاعهم امتى؟ التفاصيل دي كلها، ونبتدي نشوف، نبتدي نسأل عملاء عاديين جدا، هل انتوا عندكم مشكلة في المبيعات، في الشراء نفسه؟ اه. طب ايه هي المشاكل دي؟ طب لو احنا طبعا ما عندكوش مشاكل، يبقى خلاص انا هدخل اعمل ايه؟ انا لازم انا اشوف ايه المشكلة عشان اقدر احلها. زي ما قلنا في الجزء اللي كنا بنشرحه الفاليو نفسها، انا دلوقتي بقدم فاليو، طب الفاليو دي عبارة عن ايه؟ ايه القيمة اللي انا هدخل اقولها او الحاجة اللي انا هدخل اضيفها؟ تمام؟ دي اول نقطة. تاني نقطة بقى، لو انا المفروض عايز اعمل براند، لو انا محتاج اعمل براند، البراند ده المفروض لما اجي اشتغل عليه هحدده ازاي؟ لازم الاول افهم انا مين وبقدم ايه، علشان لما اجي اشتغل على البراند ابتدي احدد البراند ده ليه هدف معين، ليه وجهة معينة، هل البراند ده بيتكلم في مسج معينة، بيوصل مسج معينة. عشان ابني براند او اشتغل على البراندنج لازم اكون عندي رسالة واضحة اقدمها للناس. طب انا ايه رسالتي اللي المفروض ان انا اقدمها للناس؟ تمام؟ ايه الرسالة اللي المفروض انا اقدمها للناس عشان اشتغل عليها؟ تمام؟ فلازم اكون محدد ده. طب لو انا طلعت اعمل براند وانا مش حدد رساله معينه للناس، او مش محدد علامه معينه الناس تعرفني بيها، مش محدد ايدنتيتي لنفسي، ما عنديش وجهه معينه اشتغل عليها، لا مش هقدر ان انا اعلم مع الناس، هاخد وقت طويل جدا جدا جدا، ومش عارف الناس هتبقى فاكراني اصلا ولا لا. فانا لازم احدد ده. فاي ثينك ان حضرتك محتاجه تبني الاول فكره كبيره عامه كماركت ريسيرش. بس لو ما فيش امكانيه الماركت ريسيرش، ابتدي ابني معلومات عامة بشكل كبير عن المجال نفسه، تمام، قبل ما تبتدي تشتغلي على المجال أو تبتدي تشتغلي بجزء البيزنس بلاي. تمام؟ تمام، متشكرة جدا. كان في سؤال تاني صح؟ يعني طيب، يعني هو مش يعني بالنسبة بقى للمبيعات، يعني فرضا تمام، تمام. انا مثلا اشتغلت خلاص وتمام، بس في مثلا عاملة تارجت معين بس ما قدرتش احقق التارجت ده مثلا في اول شهر او تاني شهر، يعني ايه التصرف اللي اقدر اتصرفه في الوقت ده، او ايه الاجراء اللي انا ممكن اخده؟ في حاجة واحنا شغالين على البلان بتكون اسمها الاكشن. الاكشن دي بيكون لها كنترول، انا المفروض اكون عامل كنترول على الاوبشن ده. انا دلوقتي عندي جزء الريسك، انا لو دلوقتي ما حققتش التارجت ده المفروض هغطي ازاي؟ تمام؟ وانا بشتغل على الاكشن بتاع البلان اللي انا حاططها اصلا بعمل كنترول على عدد المبيعات. يعني انا متارجت ان انا في الكوارتر الاولاني ابيع 100 قطعة. طب الكوارتر ده 3 شهور، الثلاث شهور دول عدى اول شهر ما بعتش غير قطعه واحده، فاوريدي عمر ما هستنى الشهرين التانيين علشان اقول لا انا ما حققتش التارجت. فبيكون في دلائل معينه باينه في الاول، هل انا هبتدي فعلا احقق التارجت ولا لا. طب لو انا جيت الشهر الاولاني بعت مثلا 50 قطعه، لا اوريدي انا ممكن خلال الشهرين التانيين ابيع القطعين ال 50 قطعه التانيين، فخلاص انا كده ماشي مظبوط. فمش هستنى لما الكوارتر يخلص ومحققش المبيعات وبعد كده ابتدي اشوف هحل هعمل ايه. هي حاليا الوضع بقى مختلف، بقيت المفروض استكشف المشاكل والاخطاء اللي المفروض هتحصل وابتدي اشتغل على حلها من قبل ما تتوجد اصلا. فانا لو عندي تمام. مشكله في المبيعات فانا المفروض هشوف ايه المشكله، انا ليه ما ببيعش، واحط اجابه السؤال دي احط لها سلوشن معين وابتدي اشتغل عليه من قبل ما الكوارتر نفسه يخلص. تمام، شكرا جدا. عفوا. تمام. في حد تاني عنده سؤال على زوم او على كلوب هاوس؟ تقريبا كده. تمام. النهارده كده اتكلمنا عن الجزء بتاع الفاينانشال، واتكلمنا عن الجزء بتاع البيزنس ديسكريبشن. تمام. المفروض المره الجايه نتكلم عن البرودكت والتفاصيل بتاعه البرودكت. اللي ما شافش الفيديو اللي فات هيقدر يشوفه، او هيقدر
يراجعوا على اليوتيوب، وبتاع النهارده برضه هينزل ان شاء الله، وهستناكم ان شاء الله الجمعه الجايه. لو حد عنده اي سؤال يبعته لي على الميل، او لو هو طبق على الكلام ده يبعت لي، وان شاء الله اشوفكم الجمعه الجايه على خير، وتصبحوا على خير.